لا برافو ستوب. شو الاخبار؟ بعدين شو شفته بلا حكي صيف. ها شوف فهمت علي. برافو رامي برافو. يلا طلعت لهونيك خده روح لهونيك هون. ومي شو صيف؟ تعال شو علي صوتك لا ليش بدك تقعدوا؟ انت فوت قعد هونيك. خلي اهلا بالشباب اهلا خليك واقف نصيف لانه سكرت لها كلها سوا. انت طاع هون فوت مثل العادي فوت عم تحكي هيدا قعد واتكي على هيدا. انا خلي هو بتكي هو قاعد هون قاعد. نصيف يا نصيف شو فيه؟ ماشي ماشي حبيبي شو فيه؟ يا جماعة شو بدي شو ما فيه؟ شو ما فيه؟ ما تروح لهونيك نصيف. اوكي شو ما فيه؟ شو ما فيه؟ ما فيه تقعد بعكسه فهمت كيف علي؟ جرب وضل هو واقف هونيك. انت سلطان انت بتضلك جانبي انت بتضلك جانبي سلطان. يلا ايه يلا 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 شوفوا شوفي يلا يلا فوت. لا هيك كثير قتل المشهد. دجا واقف اكتبه تيار رجع قال له عن جديد ماشي ولك شو ماشي قال له قال له ما بعرف شو لقى لقى شيء بيفرح. لك احكي لك احكي انتم ما تحكوا ولك شو ماشي في في شيء احكي بقول يا خي شو ما قلت لكم ولك بقوا انتم صيروا تدفعوا له يحكي هو انتم ما بتحكوا فهمت علي؟ احكي يا نصيف ولو ما نحن اصحاب كلنا سوا ما تعتلم نحن حدك لشو الصاحب اللي بعد قول في شيء فهمت كيف؟ نصيف فضل ما تقعد ما تقعد هون بتوصل هيك شو بدي اقول لك شو؟ فهيك متوحد ويعجي خليك بيناتهم هون شو فيه وانت هون بلشوا يا نص يا اخي يا جماعه ولك شو بك؟ ولك شو بدي نترجيك؟ بلشوا احكي معه يا اخي شو بدي اقول لك؟ شو بدي احكي لاحكي؟ شو بدي احكي؟ وبتبق خبريتك منه ما تطولوا يا برجع اقول مثل ما تكون قاعدين هيك القعده كثير ممله كثير ممله. اوكي مسكر راسك معلش اذا كان ظهرك بارم للجمهور ما عندي مشكله عاد وبرم راسك لهونيك مش كثير مش كثير يا حبيبي لا تقدر تتحرك شو بيك يا تخو يكسر له مخه. اوكي هيك ايه رماد شو اسمه حنا مصطفى محمود شو اسمه سلطان قرب شوي الكرسي شوي هيك اوكي هيك اذا هو طب ما بيغطي انت حط ايدك على الميل ايوه ايوه بس مسكره معك اوكي برافو شفت كيف في ايقاع بالحركه عم تصاب علي انا ما عملت لكم اكزرسيس مع الكراسي تخلقوا مشهد زهور هلا بعمل لكم اياه تشوفوا كيف ممكن الايقاع بالحركه يكون في شيء اسمه ايقاع بالحركه هلا انتم بس مفكرين انه الايقاع بالموسيقى لا اوكي لا نخلص هذا المشهد بنعمل بلشنا بلش سلطان فوت معه بالحديث احكوه مرتبة برافو وين المشكلة؟
قال له وين المشكله؟ برافو. وين طيب لا قرب بنا. طيب اضرب ابو جبل مرصاصه حملته مش ضايق اليوم. ايه منيح ماشي اموري رواق من الاكل. رحت عبد الدقه الارض شوي حفرت لي طلعت لي. شو طلع لك مي؟ مي؟ مي مي طلع لك مي بالارض؟ طلع في بير عندك يعني؟ طلع بير دهب، طلع عندي جرة دهب. ايه طلع عندي جرة دهب مش مصدقين ليك. اوكي خليكم هون تخليك مش تكلم هون ما نقوم محل ما حدش ما لا لا ما هالقد ما دامه مير ذهب املي حال بير ذهب شو فيها الذهب مي يعني بترول يا اخي بير ذهب ذهب بير بير ذهب انه لا جر الذهب جر الذهب انتم ما بتصدقوه كمان ها جر يا اخي على راسنا اللي جبت لنا ارنب وسمكه انه الناس هيك جر ذهب وين خير ان شاء الله يا جماعه شو بكم علي جر الذهب جر الذهب ايه يحا ها شلتها دغري ما تروح بتبرم تحطها يحا قدامه واو ايه وين المشكله برافو عليك اه ما حد يدق بشي لا انه انا عم اقول له انتوا عم تعملوا عادوا ما حد يدق بشي كل واحد عنده مني حلواني بس عادوا مشكله مش هون وين المشكله يا اخي اذا خبر وين بدي اخبرها اذا انه اذا عرفت المرأة وضروري تعرف ولك معقوله وين بدي احطها بدي احطها بالبيت اذا شي مره عم تكنس ولقيتها طيب خبرها بك شيء بتزيع بكل الضيعه يعني بصير كل واحد هنا بيقول لي هيدا لالي هيدي بالجره هيدي جدي كان ينكشها بيطلعوا الموتى من القبور لمين هالارض لمين بعمل مشكله لحالي خيي على انه بطب علي كل المديان كل واحد بصير يعطي راي الجره هون وبصير كل واحد يعطي راي وانت ساكت يعني فهمت علي احنا بس لا شو لازم نقوم نحس انه في ذهب ولك ايه ما كل ساعه بتطلوا هيك ولك ذهب ولك منيح ذهب ولك عاد ولي ولك عاد حط عقلي براسك خرب ذوقك انت قاعد كوش وروق فهمت كيف علي روق هن الشباب انه انت كريم يعني كل واحد بيطلع له حصته يلا لشوف لك هيدا بضلوا عمل لي مؤامرات نكت لي عليها مؤامرة بضلوا مؤامرات يا زلمة مؤامرات خلصنا يا زلمة لا مؤامر ولا شيء صدقني معك انا على الموت معي بعرف انك معي مؤامرة صار في اكسيدان هذا مؤامرة مات واحد مؤامرة صاروا ذبحة قلبية مؤامرة كله مؤامرة بالبلد يا عمي كله مؤامرة نقل مرحبا وكشرت مؤامرة كيف بقول مرحبا هي مؤامرة كيف بيسلم هي مؤامرة لك شو بكون عايشين بالمؤامرة فهمت علي ما عن فيا روح قد ما فيك اوكي هي اوكي خلص مغفورة لك خطاياك بلش اليوم انا ورايح على الشغل بالصبح فيت الصبح ورايح على الشغل طلع بدنا ماشي حد انا بلاقي سمك هيك ما سبت الشبكه وطلع صبح حطيت ايه الله هي طيب سمكه هل قد السمكه والله منيح هل قد وقاعد عمل طريقتي بص يا اخي مش المشكله بالسمك مش المشكله بالسمكه